كلمة الأب ويليام نخ. هذه المناسبات والممانعة الجمهورية الإسلامية وأن مؤامراتهم وهذا العصر ترامب إنسان أفكر بالم أنتم نحن كلنا الأمة. تحية للحرر والسلام عليكم ورحمة الله. السلام للجميع الجامعون مع هذه الأمة وسندا لكل قوى المقاومة. في البداية نقول لأسرانا في سجون الاحتلال وفي سجون الظلم العربية في البحرين وغيرها، نقول لهم أننا معكم وسنبقى نناضل من أجل حريتكم، ويجب أن تتكاثف كل الجهود في كل المنطقة وفي كل العالم لأن يأتي يوم الحرية وأن تتحرروا وأن تكونوا خارج السجون وأن لا يبقى هناك سجين واحد في سجون العدو الصهيوني أو في سجون الأنظمة العربية الغاشية. من هنا نقول أننا يجب أن نناضل وبكل ما أوتينا من قوة كقوة وطنية وإسلامية، من قوة تحرر عربي، قوة دولية وجمعيات ومؤسسات وشخصيات وطنية ومناضلين في كل العالم، يجب أن تتكاتف الجهود تحت عنوان الحرية للأسرى، ويجب أن نناضل من أجل حريتهم دائما وأبدا. يجب علينا أن يعني نحرج المجتمع الدولي ونحمله المسؤولية الكاملة، ونطلب منه أن يقوم بدوره الأخلاقي والإنساني تجاه هؤلاء المعتقلين سواء كان في البحرين أو الأسرى في فلسطين. إن المجتمع الدولي للأسف الشديد يقف متفرجا على كل هذه الانتهاكات في صمت مخجل ومطبق. يعني للأسف الشديد إن الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة لا يقوم بواجبه، ويبدو أنه انخرط في أجندة المصالح مع هذه الأنظمة التي تقوم باغتيال حرية هؤلاء الناس. يعني الناس وقفوا وقالوا وطلبوا أن يكون لهم حق في تقرير مصيرهم، وهذا ما تنادي به مواثيق الأمم المتحدة، إلا أن ازدواجية المعايير تحكم المشهد وأصبح هؤلاء ضحايا لهذه المصالح لهذه الازدواجية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أسرانا وإخوتنا وأحبائنا في الأسر، سواء من عشنا معهم أو من لم يعش، إنما نتوجه إليهم بالثبات على الموقف وصلابة الإرادة وقوة المعنوية والثبات حتى تحرير الأرض وتحرير الإنسان. نقول لهؤلاء أنتم اليوم في مقام حمل الرسالة، رسالة تحرير الأرض ورسالة تحرير الإنسان ورسالة محاربة الظلم والطغيان والاستبداد والاعتداء على هذه الأمة. أنتم رساليو هذه الأمة، فكونوا كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أموت دونه، أو كما قال الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء: كونوا ربانيين في هذا الموقف، لقد وضعونا بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، وإنما نختار مصارع الكرام على حياة اللئام. فكونوا كذلك رساليون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا رسالتنا في هذه الوقفة التضامنية مع الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي وسجون مملكة البحرين هو موقف ثابت وداعم لهذه الأسرى الذين يقضون ظلما وجورا في هذه السجون لمجرد الخلاف بالرأي أو الانتماء الديني أو المذهبي. لذلك نحن نهيب بكل الأمة الإسلامية أن تقف يدا واحدة من أجل نصرة مظلومية الأسرى في هذه السجون، ومن أجل التحرير، ومن أجل أن ينعموا
بحرية وكما ينعم فيها الأخوون.